الحلقه ديال اليوم غيشارك معنا فيها هاد لافيميل. هاي الكسكوته بريتيش شورتير. هاي الكسكوته هي اللي غتكون ديك النهار درنا الشاطون ديالها درنا بنتها، دابا غنديروها هي اللي غتشارك معنا. قول لهم واش لي باسيوني، واش لي باسيوني. شوف شجعهم قول لهم كل اي واحد خصو يدير لي لايك ويدير لي كومونتير البركة انا ياك ولا لا. سلم عليهم قول لهم تشك 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 تشك. واش لي باسيوني، مرحبا بكم فيديو جديد. السلام عليكم، كيف العاده تخليوا لي بزاف ديال لي لايك وبزاف ديال لي كومونتير اللي عجبو الفيديو يبارطاجي. الو، قبل ما نبدا هذا الفيديو ديال اليوم، هذا ستوري تايم ديال اليوم، كنبغي نشكركم بزاف. لحقاش ستوري تايم الاخره اللي درنا كانت واعره، كانوا بزاف ديال لي كومونتير. قلت لكم ديروا 5 ديال لي كومونتير، كاين الناس اللي داروا 10 ديال لي كومونتير. كنشكركم بزاف، والله حتى كنشكركم بزاف. وراكم عارفين كيف العاده الحلم ديال الفير كان شنو هو، هو نوصلوا ل 100,000 مشترك، 100,000 ابوني ونكبروا لا فامي. هذا الفيديو اللي درت اليوم درته على ودكم. الا رجعتوا في لي كومونتير غتلقاو بانني عزلت واحد كومونتير وهو اللي طبقت، هو اللي درت. اذا داكشي اللي كتبغيو نتوما تستافدوا منه مني، انا كنقولوا لكم اي واحد بغى يعرف اي حاجه يصيفط عليا في كومونتير وغادي ندير فيديو عليه. ملي كيبان ليا بزاف 6 7 الناس داروه كنطبق ديريكت مون الفيديو. الحلقه ديال اليوم غندوي على واحد الموضوع اللي مهم بزاف. شنو هو هذا الموضوع؟ هو كيفاش تشري كلب بيديغري. كيفاش غادي تشري كلب بيديغري؟ سؤال كلشي كبير صغير كلشي عنده هذا السؤال في راسه، كيفاش غادي نشري كلب بيديغري؟ شنو هو الفرق بين كلب بيديغري وكلب ماشي بيديغري؟ باش ما ينصبوش عليكم اليوم جيت نشرح لكم هاد النقطة باش كلشي يولي فاهم صغير كبير. لا فامي باسيوني عارفيني كنبغيكم وانتوما كتبغيوني، وبالمساندة ديالكم غنوصلوا ل 100,000 ابوني. بدا الشرح. خاصكم تعرفوا واحد القضية، بزاف منكم كيسولني في لي ميساج سيمو راه بغينا نشري واحد الكلب عنده في العمر ديالو 3 شهور ولا في العمر ديالو 4 شهور، ولكن مولاه قال لنا البيديغري مازال ما عندوش. خاصكم تعرفوا أول حاجة، بغيتي تشري كلب بيديغري على العمر ديال شهرين السيرتيفيكا دو ناسونس كتكون واجده. اذا ما كاينش كلب عنده 10 شهور وكيقول لك مولاه دابا نخرج لك بيديغري. ولا شي ناس كيدوي معايا كيقول لي سيمو كلبي راه قالوا لي بيديغري ودابا عنده 8 شهور ولا 5 شهور وبغيت نصيب ليه بيديغري. البيديغري راه ما كيصيبهاش هذاك اللي شرى الكلب. ما عمرك تقدر تصيب بيديغري انت اللي شريتي الكلب. لحقاش الكلب على باز في الاول كيخص يكون عنده سيرتيفيكا دو ناسونس اللي هي ورقه خضراء كتكون من عند لا سونترال كان اللي كاينه في شارع الزرقطوني. صافي داك السيد اللي كيكوب لي الكلب والكلبه كيولدوا ليه كليبات صغار كيمشي كيديكلاريهم كاملين في لا سونترال كان على العمر ديال 30 يوم 45 يوم كيخصو يمشي ديكلاريهم. فاش كيديكلاريهم موحد المده سيمانه 10 ايام 15 يوم كتوجد كيوجد سيرتيفيكا دو ناسونس. اذا اسيدي انت نهار غتبغي تمشي تشري كلب اول مره كتمشي عند الفيترينير تا وداك السيد لي الفور اللي غيبيع لك. اول حاجه كديرها هادي اللي كوم راك عارفين كنقولها لكم، كدير التيست ديال بارفو. اول حاجه ديرها التيست ديال بارفو باش تعرف الكلب واش فيه البارفو فيروس ولا ما فيهش البارفو فيروس. الا بغيتو ندوي على هذا الموضوع ديال المرض ديال البارفو فيروس راه بوحدو غادي ندوي عليه، ولكن نكملوا الموضوع ديال اليوم اللي مهم هو فاش كتوصل عند الفيترينير. السيد عنده سيرتيفيكا دو ناسونس وكاين الكلب، باش كتلاقهم باش كتلاقيهم باش غتعرف بان هاد السيرتيفيكا دو ناسونس راه هي ديال داك لو شيو. ساهله ساهله. اش كدير الفيترينير؟ كيكون عنده واحد ليكتور دو بوس، واحد ليكتور كيقرا واحد لا بوس الكترونيك خاصها تكون في داك لو شيو في داك الكلب الصغير. كيدير اللي في عنقو كتخرج واحد النيميرو دو سيري، كيخرج واحد 12 نمره. هذيك 12 النمره هي اللي خصها تكون في السيرتيفيكا دو ناسونس. كتلقى فوق السميه ديالو والنمره ديال لابوس الكترونيك، تما كيطابق بان الكلب هو مول السيرتيفيكا دو ناسونس. اذا هانتوما عرفتوا كيفاش اول حاجه كيخصك دير باش تاخذ كلب بيديغري. كلب بيديغري راه في الاول كيخصو يكون بيديغري. الا ما كانش في الاول عنده سيرتيفيكا دو ناسونس ما عمرك تقدر دير ليه بيديغري. بزاف ديال الناس كيقولوا لي سيمو غنبغينا نمشيو نشاركوا في ليكسبوزيسيون باش نصايبوا البيديغري. لا، ليكسبوزيسيون راه ما كتمشيش تشارك باش تصايب بها البيديغري. ليكسبوزيسيون علاش كتمشي ليكسبوزيسيون كتشارك؟ دابا خصكم تعرفوا ليكسبوزيسيون ملي كتمشي تشارك فيها كيكونوا لي كلاس،
4 6 6 9 زعما 4 شهور 6 شهور 6 شهور 9 شهور 9 شهور 12 شهر وانت غادي طالع في العمر. فاش كتمشي ليكسبوزيسيون كيكون عندك سيرتيفيكا دو نيسونس كتشارك في هادو ولا كتقدر ما تشاركش. المهم كتوصل لاج ديال لا كونفيرماسيون، لاج اللي كتمشي تكونفيرمي الكلب ديالك بانه راه دو غاس مزيان. لحقاش راه ممكن تكون عندك سيرتيفيكا دو نيسونس ولكن نهار تمشي تكونفيرمي الكلب تلقى الكلب ما يكونفيرميوش ليك. لحقاش هذيك النقطه ديال الكونفيرماسيون هي اهم نقطه باش الكلب كيولي بيديغري. اما من شهر حتى ل 15 شهر راه غير سيرتيفيكا دو نيسونس، من موراها عاد باش كتولي عنده بيديغري. وديك البيديغري كتقدر تكون في ليكسبوزيسيون، كيكون ان جوج هو اللي كيشوف لك الكلب ديالك، كيشد سيرتيفيكا دو نيسونس وكيقلب لك لابوس الكترونيك وكيحط الكلب قدامو كيشوف واش لي نورم ديالو مزيانين بيرجي المون مالين وكيما بغى يكون نوعو. جميع الانواع ديال الكلاب كيدوزو من هاد الطريقه. ديك الساعه فاش لو جوج كيشوفو كيتاكد بانه هو هذا الكلب اللي في ديك الورقه وهذا الكلب ابط باش ياخذ بيديغري، راه كيسيني الكفاية وكيقول لك ابط باش تاخذ البيديغري. ديك الساعه عباش الكلب ديالك كيولي كلب بيديغري. ديك الساعه عباش كتقدر تزاوجو مع الناس. لحقاش كاين اللي كيقول لك راه كلب بيديغري ونتوما ماشي بيديغري، ما عمر يخرج ليها البيديغري. لا راه نقدر نخرجوا البوا، لا ما عمر الا ما كانش المال والفيميل بيديغري بجوج ميمكنش تخرج سيرتيفيكا دو نيسونس. خصكم تعرفوها، كاين الكلاب اللي عندهم سيرتيفيكا دو نيسونس وما مشاوش ديكلاراو باش ما مشاوش باش يتكونفيرماو. عمرو يقدر راه كلب سيرتيفيكا دو نيسونس وما يقدرش يتاكوبلو ويخرج بيديغري. علاش؟ كيخصو يتكونفيرما بعدا باش تخرج ليه البيديغري، عابش ديك الساعه تزاوج، عابش ديك الساعه كيكون ابط باش يتزاوج هو كلب واحد اخر عنده بيديغري. بيديغري وبيديغري شجره زعما، بيديغري هي الشجره اللي كيكون فيها الوالدين كاملين، كيكون فيها جد ديال جدود 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 وانت راجع، كيقدروا يكونوا فيها 15 جد ديال من 2001 حتى 2022، واش فهمتي؟ بحال هكا كيكون. اذا الموضوع ديال البيديغري حاولت نشرحه لكم باش ما يبقاش هذا الغلط عندكم نهائيا. سالينا هذا الموضوع ديال البيديغري. كاين واحد النقطه مهمه ديال الريجستر انيسيال. كاينين الناس اللي كيمشيو كيبغيو يديروا ريجستر انيسيال، هذا موضوع بوحدو ما عندهمش بيديغري. الا بغيتوا الموضوع ديال ريجستر انيسيال حتى هو غنشرحو لكم وندوي لكم على ريجستر انيسيال. حتى هنا الفيديو الدراري كيكون سالا. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، كنقول لكم ما تنساوش لي لايك وبزاف ديال لي كومونتير. الى حلقه قادمه ان شاء الله، تهلاو ليا فراسكم.